دعيني أساعدك في حمل حقيبتك. مرحبا بك يا جدتي في مقرمشات شمشون، أسميته باسمك. حسنا، ألست حفيدا لطيفا؟ من هؤلاء؟ إنهم العمال يا جدتي. هذا سبونج بوب وهذا يوجين. مرحبا جدة شمشون. يبدو أنهما ولدان لطيفان، ومؤكد أنهما ألطف وهما يعملان. سمعتم الجدة، لا نريد ترحيبا، عودا إلى العمل. بالتأكيد يا شمشون. أنا اسمي مستر شمشون يا فتى. آسف يا مستر شمشون، لن يتكرر ثانية. انظر، هذا يأخذ قيلولة في العمل. وقت القيلولة انتهى. حسناً، من هذا الفتى الذكي؟ يا إلهي، من هذا الشاب الوسيم؟ هذا شفيق ولا أهمية له. يا شفيق، ألم نتقابل في عشاء مبكر؟ أظن أحدهم لديه معجب غير سري، تفهمني؟ لا أقولها بعادة، لكن ابتعدي عني. تماشى مع الأمر أو ستفصل. إذن يا جدة شمشون، أين كنت طوال حياتي؟ ناديني ليلى. حسنا يا جدتي، أنت تحرجينني الآن. إلى المطبخ يا شفي. جربي واحدة مني يا جدتي، طازجة من المشواه. سأحتاج أسناني لهذا. أوبس، أوقعت أسناني. حسنا، أظن شفي سوف يمضغ الطعام من أجلي. بالتأكيد. ماذا؟ هذا هو، مضغت جيدا لي، يكفي هذا. لذيذ. شيلدون، تفوقت على نفسك، أنت حقا طاهٍ رائع. شكرا يا شيلدون، جعلت حقا يوم ميلادي مميزا جدا هذا العام. حسنا يا جدتي، احضرت لك حقيبتك، وداعا والى اللقاء. فقط شيء اخير. اخر امنية لي، التقاط صورة لي مع وصفة سلطة برجر سرية اليوم. سلطة، ارجوك. حسناً، أي شيء لجعلها تخرج من هنا؟ قولي سعيد. سعيد. أخيراً، الوصفة السرية لي. عرفت أن صدقك غير صادق. لم أعرف أي شيء عن هذا يا يوجين صدقاً، لكن أحب هذا. الآن يمكننا حكم العالم كعائلة يا جدتي. أسفة يا شيلدون، لكني لن أتشارك هذه الوصفة معك. لكن يا جدتي. الوداع يا عزيزي. لماذا كذبت؟ لماذا تظاهرت؟ لماذا أعطيتها وصفاتي؟ لماذا لا نفتح يوم الثلاثاء؟ ماذا فعلنا؟
نعم، كيف تتحمل هذا النشاز؟ هل تقول شيئاً؟ لا أسمع لي. حقاً؟ إذن ما أمر الراديو؟ أحب أن أطهو على أنابيب فارغة. الآن أظهر معرض احترامي الكبير. جينكنز، سأتحدث بصراحة، أنت تفسد عملي وتكلفني المال. أخرج الآن. ليس قانونيا أن تطرد مسنا في هذه المدينة، لذا احترم كبار السن. احترم كبار السن. جينكنز المسن، لدي شخص أريدك أن تقابله. ما الأمر الآن؟ هذا هو أبي، وهو أكبر منك، لذا يجب أن تحترم ما سيقوله. مرحبا يا جينكنز، حان الوقت كي ترفع أشرعتك وتبحر يا بني. لا أظن هذا. هذا هو والدي السيد جينكنز المسن جدا، وهو حتى أكبر من والدك يا سلطع. وأنا أرى أن نبقى كلاكما أيها الشابان احترم الكبار. وأرى أن كليكما يجب أن تحترم الكبار. جد الكبير. اثنان يمكنهما لعب هذه اللعبة. هذا الجد جينكنز. أتذكر أيام كانت الشطيرة بسنتين. نعم، أتذكر عندما كانت بسنت. دعونا لا نتذكر البرجر الرخيص. انتهينا من الكبار وبدأنا في الأكبر. صحيح يا جدي الكبير سلطة. استيقظ يا جدي الكبير، دافع عن شرف العائلة. احترم الجميع. أنا مسن. جدي الأكبر عد إلينا، أتوسل إليك. أنت أكبر منهم، اطردهم. أريد التحدث مع جدي الأكبر جينكنز رمز عائلتي. تغلب عليهم يا جدي الأكبر. كل الصغار لا يعرفون مطلقاً كيفية احترام الكبار. عليك احترام كبار السن. كباري سيعلمون كبارك بعض الاحترام. هجوم يا عائلة سلطة. عائلة جينكنز هجوم. أنتم يا رفاق تحرجوننا نوعا ما. نعم، لا يمكننا زيارة أرض الأحياء كثيرا، ونريد فقط أن نحتفل. أنتم يا مفسدي الحفل يجب أن تحترموا الكبار وتخلوا المبنى. هذا سيستمر فترة. ماذا سنفعل الآن؟ هيا يا رفاق، أنتم تجلسون هنا طوال اليوم، ألم يطلب أحدكم أي شيء؟ سأطلب فقط كوب قهوة من فضلك. سأدفع ثمن هذا يا سلطع مع خصم كبار السن. تفضل يا جيمبو. هل ستجمع لي المال الكثير اليوم؟ نعم يا سيدي. أدفع أي شيء لو كان هناك اثنان منك. واحد اثنان، هناك اثنان. إنه يشبهك، رائحته مثل رائحتك ومذاقه كذلك. هل هو مجد في عمله مثلك تماما؟ ها
حسناً هل هو؟ أرجوك 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 أرجوك. نعم يا سيد. حصلت على عمل. مهمتك أخذ النقود ووضعها هنا. واو، هل ألمسها؟ نقود؟ تحترق؟ سبونج بوب، من المسؤول عن الذي حدث؟ أنا أعتقد أنه أنا. أنت في فترة اختبار. حسناً يا ستانلي، بسببك أنت أنا في فترة اختبار. إذا أردت أن تحافظ على عملك. عميل يدخل إلى المطعم. إلى أماكنكم، إلى أماكنكم. استعدوا للعمل. عميل الأول، أهلاً، أنا ستانلي. هذا مدهش جداً. أنا أريد. انتظر انتظر انتظر، لا أريد أن أنسى هذه اللحظة. ستكون صورة رائعة. والآن لنضع القبعات. نعم، لنتظاهر بالتشاجر الآن. أتشوق لرؤية كل الصور. قلت أنا مستعد يا ستانلي. سبونج بوب، ما معنى ما يحدث؟ يبدو المطبخ سيئاً. اعتني بعملك قليلاً يا فتى. انظر إلى قريبك ستانلي هنا، يزين منطقة عمله بصور جميلة مع العملاء. سيدي. نعم يا فتى. بشأن قريب ستانلي. نعم نعم، الذي عينته هنا بناء على توصيتك. أخبرني. حسنا، في الواقع سيدي، بشأن ما قلته عنه. ماذا؟ لم تكذب علي بشأن قريبك ستانلي، أليس كذلك؟ نعم. هذا جيد، لأنني رفضت أقارب كثيرين تقدموا لهذه الوظيفة. هاي، هذا صحيح. لا يهم، لقد رفضت حتى أبناء شقيق الصغار. لكن عمي سلطع يحلون الألغاز. أي 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 أي. هيا حلوا لغز. لماذا لم أعطكم الوظيفة؟ ستانلي، لن أستمر في التستر. إلا ملعقتي. هذه ملعقتي، إنها أقرب الأشياء إلي. سبونج بوب، ما المشكلة هنا التي حطمت ملعقتك؟ هذا مؤسف، سأطلب ملعقة غيرها غدا يا فتى. لا لا لا، لم أحطم ملعقتي، هو فعلها. ولم أحرق نقودك، هو أحرقها. كنت أتستر عليه لأنه لا يجيد فعل شيء. أي شيء.